تريد أن تتزود من الطاعات والإيمانيات وتترك بلا فتنة؟ لا، ستأتيك فتنة، تتلوها فتنة، تتلوها فتن، حتى أنها تعرض على قلبك. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يطيعه ويتقرب إليه ويخشاه بالغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك بأجر الكل يتمنى، قال: يأتي على أمتي أيام هن أيام الصبر، أجر الصابر فيها أجر 50، أجر 50 من الصحابة، لا يذهب عليك هدر، تغانم هذا الأجر وكن من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ما تضر، فتنة جاءتني موسيقى في التلفزيون، ما تضر، ادخل في فندق وفي موسيقى في المطعم، ما تضر. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يسير في عينك، ولكن ربما أن زلت قدمك بهذه، ألا أمنت على نفسك من هذه الفتنة التي تراها يسيرة؟ هذا الجواب في كل يوم يقول لك هيت لك، إذا أشغلت التلفاز يقول لك هيت لك، إذا دخلت السوق فهناك فتن تقول هيت لك. هل تقول معاذ الله أم أنك تنقاد وراء هذه الفتن؟ والفتن تلطم يبنة ويسرة، كل فتنة تقول هيت لك. يقول ابن تيمية رحمه الله: أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، كما أن أسباب الثبات عبادة الخفاء، مراقبة الله سبحانه وتعالى من أعظم المثبتات، دعاءه سبحانه وتعالى، البيئة الصالحة الطيبة الحسنة من أعظم المثبتات. إذا رأيت أي فتنة على دينك في قلبك فالفرار الفرار، ويا سارية الجبل الجبل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه أن يثبتنا وإياكم إلى أن نلقاه.